شفافية بكل صدق ممكن تقتلك الأضواء؟ بكل صدق بكل شفافية مع المشاعر، يعني مع شوية مشاعر الواحد حسها يعني هلأ. إنه إيه ممكن الأضواء تقتل، ممكن سمع، ممكن أمرار الشهرة تعب، ممكن الظروف، ممكن لما بيكونوا ضعاف وما في حدا حدهم يحميهم إيه ممكن يروحوا فيها. وأنا عم بكذب عليك إذا ما بقلك بتجي الفكرة أمرار على الراس، وبساعة يأس أو بساعة فقدان أمل أو بساعة قلة ثقة أو بساعة إحساس كثير إنه بفكر الواحد. بس انه الحمد لله ايماني بالله كبير، ولحظات تمرق علي يعني امرار بقول بدي فل. واكيد انا عايش ظروف ممكن انا واجهها، ممكن اي انسان يواجهها. الشهرة على قد ما هي بتعيش، على قد ما هي يعني كل انسان بحاجه لحدا اقوى منه بكثير ليقدر يمنعه انه يفكر بطريقه سوداويه. وقوه كل انسان ضعيف هو بالاشخاص اللي حواليه اللي بيحموه اللي بيعطوه امل. انه اكيد كل انسان معرض، وانا من هالناس، انا بيجمعني فيهم اشياء. انا متاكده انا في شيء من جواتي من هول ثلاثه غيرهم. يعطيك طول العمر. انا ما بدي يعني انا هلا فوتوني بجو درامي كثير، بس حياتي فيها دراما. يعطيك العمر المديد هيفا وتضوي مثل جواهرك، تضوي مثل جوهراتي. علي بن علي ومثل هالناس وهتافاتهم ومحبتهم. أنا بشكرهم على حبهم، وبيحمي كثير. ما بقول لك لا، ما بيحمي مي يعني كل عن كل شيء، بس بيحمي كثير لأنه هول هن الأشياء المعنوية اللي الإنسان بيطلع فيها. إنه أعطيت كل صورتي وكل وقتي، وأعطيت كل شيء لهالطعم اللي حبيته كثير، هو طعم النجاح. وهن عطيوني بالمقابل. وبيجي وقت هيك مثل واحد، كنت اقول هيك اقول انا، انه واحد سبحان الله اول ما بلش بالشغل بيكون متمني انه مثلا، كنت اقول يا الله يا ريت بمرق والناس تعرفني. وبعدين بصير يفكر بطريقه مغايره، بعدين بيتذكروا، بعدين بحط العوينات انه تمام، لانه بيعتبر حاله هالانسان على قد ما وقته كله للناس بدور شوي على وقت لإله. وامرار بالوقت اللي بيكون عم بدور على وقت لإله بيلاقي حاله لحاله مع افكار سوداء، مع فقدين امل، مع اشياء بدها قوه كثير، بدها قوه. بحس حاله بجوهر الاكزيستنس، الوجود.